السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ واهلا بكم من جديد مع فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة الفشارة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة علشان نعمل مع بعض الغرزة دي، انا اولا هعمل عقدة البداية وبعد كده هبتدي في الشغل على طول. اول حاجة هنعمل عدد مناسب من السلاسل علشان نكون عليه الشغل. انا كده عملت اهو عدد مناسب اهو، تجربة صغيرة هجرب لكم عليها ايه الشغل. هبتدي كمان سلسلتين وابتدي بقى اعمل ايه السطر ده كله غرزة حشو علشان بس نعمل عليها الغرزة. هعمل السطر ده كله غرزة حشو علشان نبدأ نعمل غرزة النهاردة. زي ما شايفين كده طبعا غرزة الحشو احنا عملناها قبل كده في الفيديوهات تحت، لو اي حد عايز طريقتها هي موجودة. انا كده عملت غرزة حشو في السطر كله. بعد كده بقى هبتدي اعمل ثلاثة غرزة سلسلة واغير الشغل كده، وهسيب واحد اتنين وادخل في التالتة على طول نعمل مع بعض الغرزة. هنعمل في زي ما شايفين كده خمسة غرزة عمود بلفة في خانة واحدة بالطريقة دي كده. الطريقة سهلة جدا اهي وواضحة. انا هعمل في كل غرزة من دول كده خمسة غرزة عمود بلفة. انا كده عملت اهو خمسة غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين، وطلعت كده ايه من الابره. بعد كده بقى باجي عندي اول واحدة هنا واسحب الخيط ده كده. كده انا كونت اول واحدة اهي، هرتفع بقى كام سلسلة؟ اتنين سلسلة، واسيب واحد اتنين ثلاثة وادخل في التالتة على طول اعمل خمسة غرزة عمود بلفة. دي كده اول غرزة الفشارة اهي، طريقتها سهلة جدا وبسيطة. بعد كده اهو هنعمل اتنين ثلاثة اربعة اربعة خمسة. انا كده عملت اهو خمسة غرزة عمود بلفة. بعد كده بقى باجي برجع تاني اجي عند اول واحدة هنا واسحب الغرزة دي كده واعمل ايه واحد اتنين، بعمل غرزة سلسلة. بعد كده واحد اتنين تلاتة ادخل في الغرزة اللي بعد كده واعمل خمسة غرزة عمود بلفة. وزي ما قلت لكم كل ما بنشتغل كل ما الشغل بيبان معانا اكتر ويكون واضح اكتر. ادي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة، كده معانا خمسة غرزة. بعد كده طلعت من الخيط وباجي برجع عند اول واحدة واسحب زي ما انتوا شايفين دي كده واعمل اتنين غرزة عمود بسلسلة سوري. بعد كده انا عملت كده تلاتة غرزة فشارة. بعد كده بسيب واحد اتنين تلاتة وبدخل في التالتة على طول واعمل خمسة غرزة عمود بلفة. زي ما انتوا شايفين كده الطريقة سهلة جدا وبسيطة. ادي كده معايا اتنين تلاتة اربعة، كده معايا رقم خمسة اهو. وبعد كده بخرج من الخيط وارجع عند اول واحدة واعمل واسحب الغرزة دي كده واطلع اعمل ايه اتنين غرزة سلسلة. ده كده شكلها ظهر معايا اهو، كل ما بشتغل كل ما بتبان اهي شكلها جميل جدا. وبعد كده هندخل في الغرزة اللي بعد كده واحد اتنين تلاتة، وبعد كده بدخل في التالتة اعمل ايه خمسة غرزة عمود بلفة. كده واحد اتنين، كده واحد، بعد كده هعمل تلاتة زي ما شايفين كده. انا كده عملت اخر واحدة اهي وقفلتها. باجي بقى عند اخر واحدة هنا دي وهعمل فيها ايه، هعمل فيها غرزة عمود بلفة، غرزة عادية خالص علشان دي اصلا نهاية الخيط وما ينفعش نسيبها كده. انا كده قفلتها اهو.
ده كده اول راوند معايا. بان اهي طريقتها سهله جدا اهي، ممكن تنفذي بيها ممكن تنفذي بيها ايس كاب او شال او اي موديل انت حابه تعمليه، شكلها جميل جدا. او ممكن تنفذي بيها بطانيه اطفال. 1 2 3 انا كده عملت ارتفعت كده الظهر ده بتاع الشغل، ارتفعت 3 سلسله. وبعد كده بعد ما ارتفعت هاجي بقى في كل الفراغات ديت اعمل 5 غرزة عمود بلفه. 1 2 3 4 5 في كل فراغ من دول بعمل 5 غرزة عمود بلفة، واخرج اطلع الابرة من الخيط كده. وبعد كده ابتدي اول واحدة دي كده بعمل ايه، ببتدي نسحبها، بس نخلي بالنا علشان الوش على الوش والظهر على الظهر علشان بيكون منظرها جميل وما تلخبطش فيها. اي ندخل زي ما قلت لكم، ندخل في اول واحدة اهي وابتدي اسحب الطرف ده كده مع الطرف ده زي ما انتم شايفين. تاني انا كده اهي اول واحدة في الدور التاني، باجي عندي ايه اول واحدة كده علشان بس من الشغل يطلع معانا معدول، بنسحب الغرزة دي كده زي ما انتم شايفين اهو، طلع معايا الشايل وش على الوش والظهر على الظهر. علشان تطلع معانا الغرزة مظبوطة هنعمل كمان 2 غرزة سلسلة او 3، وبعد كده هندخل في الفراغ اللي بعد كده وابتدي اعمل 5 غرزة عمود بلفة. كده معايا 2 3 4 5 كده معانا 5 غرزة عمود بلفة. وزي ما قلت لكم مع كل غرزة بنخرج من ايه، من الغرزة اللي بعدها على طول كده ونسحب دي كده. اي كده هونت معانا غرزة، وبعدين بعمل 2 غرزة سلسلة. وبعد كده بدخل في الفراغ اللي بعد كده ده ونعمل 5 غرزة عمود بلفة. كده 2 3 4 5 كده 5 غرزة عمود بلفة. وزي ما قلت لكم خلي بالنا من الوش على الوش والظهر على الظهر علشان ما نتلخبطش ويكون منظرها بايخ معانا. بعد كده زي ما قلت لكم اهو بعملها من الخلف واسحب الخيط كده وابتدي بقى اعمل ايه 2 غرزة سلسلة. وبعد كده بخرج للي بعد كده اهي، بدخل الفراغ ده واعمل 5 غرزة عمود بلفة. كده 2 3 4 5 زي ما قلت لكم. بعد ما بنعمل اخر واحده بنخرج كده من الابره من الخيط وببتدي ارجع تاني، بس بدخل الابره من الخلف كده واسحب الخيط ده وايه ونشده كده ونبتدي بقى نعمل 2 3. وبعد كده نيجي عند اخر واحده وهنبتدي نعمل برضو 5 بالنظام ده كده 3 4 كده معانا 5 اهو. وبخرج على طول من الخيط بس بدخل الابرة من ورا كده وبعد كده اسحب الخيط ده كده علشان اكون الغرزة. وبعد كده نرتفع 3 لون. ادي كده منظر الغرزة باين معايا اهو، كل ما بشتغل كل ما بيظهر معايا الشكل بتاعها. بعد كده هنرتفع كمان نعمل راوند، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد كده هنعمل برضو 5 غرزة عمود بلفة نفس الطريقة بالظبط. 1 2 3 كده 4 زي ما قلت لكم بنخرج برضو من كده ونعمل ايه
الوش على الوش والظهر على الظهر علشان الشغل يطلع معانا مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. منظرها جميل جدا، ممكن تنفذها في اي موديل انت حباه. بعد كده هندخل في الفراغات دي، زي ما قلت لكم بندخل في الفراغات ونعمل خمسة، كل فراغ بندخل نعمل خمسة غرزة عمود بلفة كده. معانا اتنين هنعمل تلاتة، بعد كده اربعة، بعد كده خمسة. ده كده معانا خمسة غرزة عمود بلفة، وبنسيب الخيط كده وارجع عند اخر اول واحدة، وبعد كده بنسحب الخيط من الدايرة دي، وبعد كده نعمل الغرزة، وبعد كده نطلع اتنين غرزة سلسلة، وبعد كده بدخل في الغرزة اللي بعد كده اللي هي في الفراغات دي، وبنعمل فيها نفس النظام بالظبط، خمسة غرزة عمود بلفة. كده معانا تلاتة أربعة خمسة. بعد كده هنبتدي نرجع تاني للبداية ونعمل نسحب الخيط ونعمل اتنين سلسلة، واجي على الفراغ ده واعمل خمسة غرزة عمود بلف. بعد كده اتنين تلاتة اربعة خمسة، بعمل في كل الفراغات دي خمسة غرزة عمود بلفة زي ما شايفين كده. ده كده منظر غرزة الفشارة، طريقتها سهلة جدا وبسيطة زي ما شايفين، مش صعبة ولا حاجة، وممكن تنفذي بيها اي موديل انت عايزاه. اتمنى يكون الشرح كده كان واضح، ولو الفيديو عجبكم تعملولي لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي.